Nabu Yazid. Zainab Yazid daga jihar Katsina ita ce za ta yi karatu yanzu. حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا
وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شجرة الزقوم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة
بفاكهة آمنين. صدق الله العظيم. زينب بارك الله فيك. فسري الآيات بالكلمات الآتية. يقول الله سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء. أو كصيب، الصيب أي المطر النازل أو السحاب. نعم جيد. وكفقلها زكريا، جعله كافلا لها وضامنا لصالحها. جيد. وإن تعدل كل عدل، أي وإن تفتدي بكل فداء. جيد. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي مضارة لأهل مسجد قباع. جيد. ووكل على مولاه، عبء وإيال. جيد. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر صلاة الليل، التهجد أي صلاة الليل. قرآن الفجر التهجد أي صلاة الليل. وقرآن الفجر، قرآن الفجر الصلاة ليلا. لا هذا خطأ. أقم الصلاة الصبح، هذا خطأ. وجعلنا فيها فجاجا سبلا، فجاجا سبلا، طرقا تسلكونها لقضاء مآربكم. طرقا تسلكونها لقضاء مآربكم. جيد. طرقا واسعة مسلوكة. جيد. نعم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك أقبح الكذب وأفحشه. جيد. ويقولون حجرا محجورا، حجرا محجورا، حراما محرما عليكم بالبشرى. جيد. فوكذوا موسى وقضوا عليه، فوكذوا موسى فضربه في صدره بجمع كفه. جيد. فمنهم من قضى نحبه، وفى بنذره أو مات شهيدا. جيد. وهم يصرخون فيها، يستغيثون. جيد. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، لبغضه الشديد عليكم. جيد. كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، لا يرجون أيام الله، لا يتوقعونه لإنكارهم بالبعث. جيد. قتل الخراصون، لعن أو أذب الكذابون. جيد. ولقد أهلكنا أشياعكم، أمثالكم من الكفار. جيد. وإن تظاهروا عليه، تتعاون عليه بما يسوءه. جيد. وذللت قطوفها، وذللت قطوفها تذليلا، قذبت من يد المتناول. جيد. والقمر إذا تلاها، تبعها في الإضاءة إذا غربت. جيد. السؤال الأخير بارك الله فيك. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إبلاق. كلمة خشية ما إعرابها؟ إعرابها في النحو خشية. ولا تقتلوا أولادكم خشية إبلاق، ما إعرابها؟ ما موقع إعرابها؟ حال. حال. نعم. تفكري جيدا. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. زينب بارك الله فيك. هذا المفعول لأجل، بارك الله فيك. مفعول لأجل، بارك الله فيك.